مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. تمكن المنتخب الأردني بقيادة المدرب المغربي الحسين عموت من كتابة التاريخ بمنافسات كأس آسيا لكرة القدم، وذلك بعد تأهله لنهائي البطولة بفوز تاريخي على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين دون رد خلال المباراة التي أجريت اليوم الثلاثاء ضمن الدورة النصف النهائية. ومن المرتقب أن يواجه النشام الفائز من مباراة قطر وإيران اللذين يلتقيان غدا في ثاني مواجهات نصف نهائي البطولة. وشهدت نهاية المباراة لقطة رائعة، وذلك بعدما احتفل الطاقم التقني واللاعبي الأردن بحمل العلم المغربي والعلم الأردني. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.